karena oleh tim saya itu cukup dan menunggu ini. Karena kalau yang lain tahu, itu cukup dan menunggu cukup. Dan so, Pak Tuhan Yesus, walau kepada aku, kita di sini, si yo kami tahu, kalau kaya itu mau isi bang. Kemudian kita ikuti main tipi, main tipi. Si yo kami tahu, kita di sini, pour une fonction à peine s'arrêter. Il n'y a pas d'être par les méchants, il y a une liane, il y a des méchants, il y a des méchants, il y a des méchants. Avant nous, tu nous sommes de faire un maximum de cas. Ma tante, voilà bien sûr, Raja Kayem, voilà tout. Hidup dia yang dapat, ya fanya hidup kau sabus. Kadang makan bapa itu roha, apa yang biasa itu kita. Aku tu jangan kita pernah hidup ini. Emam sih dia pesma, ramah pun mesti. Dia mana? Ikan buah hati dia, ya hati. Ikan buah yang lain, buih liba, kau nak jahat. Ikan buah yang baru lepas Uduweza tazama na tazama. Kwanza ujipasisha mwa kuji. Ikaka na kundele uzaya, atazama uzaba ilo. Amwe hizi. Nene yuwa ya jino jema. Ni alama. Kwa kukupaku kumelewa hechi. Kwa kuna alama. Kwa haja, yuka tafauti na hanya angazi. Kwa haja wapeu, haja nusudule pisa, kwa haja ingele pisa. Eka kata kumafuni, eka aja babaibai, kwa mjena mchati tu. Shika aja, itataka njina sika mzo mzo mzo, katika ya jisena, baka problemu, hechiu siyema msu. Ehechiu kwenye mkumamu, ehate hechiu chandwe mungu, ehechiu, muka sema kukata wako, kukamini kefu. Ndiya mana, armazo ke eka mpleni hechi, Ekaaja ni mwele yeye, mwele minyini. Kesu ni minyini mwele. Shoda la huna ya haja, ya niya mwele. Yeti ya mwele yao. Kukawa ya haja katika kambi. Mwele haja mwele siku yaza wa kumusa kambi. Mwele ya mwele kufi. Mwele na mwele kwa hivyo siku mwele sisi. Kwa mwele mwele. Kwa mwele mwele. هذا المعنى جاء
جاءت الآية وجاءت الأحاديث التي أسست للمؤمنين هذا المنسك وهذه الأعمال الجميلة الربانية الفردية التي حينما يحل بها وفيها المؤمن يستشعر بأنه مع الله سبحانه وتعالى في معية فريدة لا مثيل لها. نعم، هذه الآية ومعانيها وتلكم الأحاديث ومعانيها ترسخت في قلوبنا وفي ألسننا، فنقول دائما لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هنا والسبيل تدل على أن المؤمن حينما ينطلق من بيته نحو بيت الله الحرام يستشعر من أنه يقصده. فالمعنى اللغوي للكلمة استوفى، هذا هو الأمر الأول. فطلب منك أيها المؤمن أن تقصد خالقك وأنت تخرج من بيتك، بيت الله. يجب عليك أيضا أن تستشعر أنك حينما تحل بهذه البلاد التي أقسم بها المولى عز وجل المؤمنون ليس مجرد تحركات وأقوال يأتي بها المسلم، وإنما هو عمل روحاني قبل كل شيء. فلذلك رأي الإمام الغزالي في إحيائه يحدثنا عن أسراره، وبوب بابا أسماه باب أسرار الحج، وطفق يوضح لنا هذه المعاني الرقية النقية الراقية الجميلة. فيقول: أنت أيها المؤمن الذي اختارك الله سبحانه وتعالى لأن الأمر والتوفيق منه سبحانه لا من غيره لتكون من ضيوفه، يجب عليك وأنت تدخل في هذا المشروع الجسيم أن تتذكر تلك الأسرار ليتحقق فيك معاني كونك ضيف من ضيوف الله سبحانه. فيقول لك: أنت حينما تستعد للسفر يجب عليك أن تتذكر أمورا عديدة هي كالتالي: أولا أنت اختارك الله سبحانه ولم تختر نفسك، لأنه يوفق من يشاء. لذلك جاء من أدعية الأنبياء هذا وهو في القرآن: وما توفيقي إلا بالله. كم من الناس يمتلكون من الملايين والمليارات ما لا يعد ولا يحصى من المؤمنين ولا يستطيعون أن يؤدوا هذا العمل. الأمر الثاني، يجب عليك أن تستشعر أنك نحوت نحو منهج أو ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، لأنه هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون إمام الحجاج، وهذا قبل بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف سنين. وإذ بوّلنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هو الأول الذي تلقى هذا الأمر. لذلك جاء في بعض الكتب أنه لما أمر بدعوة الناس إلى الله سبحانه وجد نفسه في صحراء ما يسمى
الأمم السعودية في الحج في مكة المكرمة المشرفة زادها الله في التكريم. أحد يسمع نداءه قال يا ربي كيف أدعو ومن أدعو؟ قال الله سبحانه وتعالى له أدعو ونحن نبلغ بعدها. ولذلك تقرؤون في البرزنجي أن واحدا من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إلياس وصنع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه، أي لبى دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. إذن تكون الأضحية والأضحية في الحقيقة ليست لولي فحسب. الأضحية أيها الأحبة سنة إبراهيمية تربط المؤمن بجده في الإيمان إبراهيم عليه السلام. هذا نسب شريف يجب على المؤمنين قاطبة أن يتشرفوا به. نسب إبراهيم عليه السلام هو نسب محمد بن عبد الله عليه وعلى عليه السلام. أيها الأحبة، هذا هو تلخيص ما يمكن أن يقال في مثل هذه المواقف. وكل هذه الأمور التي تحدثنا عنها تذكرنا وتربطنا بآية ربانية شريفة تعلمنا مدى أهمية هذا العمل. وهذه الآية هي التي يقول فيها المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو كلام الله، نفعنا الله وإياكم بالقرآن وبما فيه من آيات وذكر حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الهادي إلى صراط الطريق المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنين أيها المؤمنون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الله هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اكشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت وأنا شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكشف عنا السوء بما شئت وأنا شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكشف بلدنا، اللهم اكشف عن بلدنا السوء بما شئت وأنا شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احمنا واحمي بلدنا، اللهم احمنا واحمي البلد واحمي بلدنا. اللهم كف عنا شر الدنيا يا رب العالمين. اللهم ان اراد ببلدنا هذا سوءا فاجعل سوءه في نحره. اللهم ان اراد ببلدنا هذه سوءا فاجعل سوءه في نحره. اللهم يا الله ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. وارض اللهم عن ائمتنا الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الباقين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تابعين وتابع تابعين الى يوم الدين. وربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا ولحاضرنا وظالمنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم.